السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاب مصطفى اللي كتب على صفحته إن هو هينتحر في منشور بيقول إن الحياة والموت بالنسبة له سواء، وبيقول لأصدقائه سامحوني لو كنت زعلت حد منكم، وبيقول لحبيبته إن أنا ما كنتش هلاقي أحسن منك، وبيقول لأهله ما يستلموش جثته، وخصوصا الأب ما يحضرش جنازته. نفهم من كده إن مصطفى عنده ضغوط من الأسرة، والضغوط دي تخص خطيبته أو الإنسان اللي هو بيحبها وعايز يرتبط بيها، وواضح جدا إن الأب هو اللي معترض. طب يا مصطفى، ما أنت لو كنت قادر على الزواج ومش محتاج من والدك حاجة كنت ارتبطت، لما واضح إن أنت لسه في مقتبل حياتك ما كونتش نفسك ومحتاج والدك يقف معاك، وهو رفض لسبب ما وبيها ان انت ما قدرتش ترتبط بالبنت دي. طب نقول ايه؟ هل احنا وصلنا لمرحلة ان احنا كل اللي مش راضي على حاجة يروح يرمي نفسه، يروح على كوبري طلخة ويرمي نفسه بعربية، ودلوقتي بيبحث عن جثته؟ طب ليه؟ هل في نقص بالتربية حصل في الفترة الأخيرة دي؟ حالات الانتحار الكتيرة اللي بتحصل دي سببها عدم الرضا؟ بننسى أحاديث النبي، الأحاديث القدسية بتقول يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك رحت نفسك وكنت عندي محمودة. نسينا الأحاديث، ما بندرسش الحديث دلوقتي، انشغلنا عن ولادنا. كل بقى اهتمام الام والاب دلوقتي الولد راح الدرس وجه من الدرس، لكن ممكن الولد يكون جاي معاه حاجه من بتوع اصدقائه وهي ما تعرفش هو معاه ايه. ممكن يكون سرق لي حاجه من اصدقائه وفي شنطته، لكن هي مشغوله ما بتدورش عنده ايه اللي جد عنده ايه اللي جابه، ما بتسالوش، تكلمش معاه، متعرفش ايه الجديد عنده. كل اللي يهمها جه من الدرس اتأخر في الدرس، لما مسائل الحلال والحرام بنقولها بتعلمها في المدرسة. والمدرسة احنا عارفين حصة الدين بالنسبة لنا كلنا هي عبارة عن ايه، زيها زي حصة الألعاب ده ان خدنا حاجة فيها اصلا. يعني نقرب من ربنا، ناخد بالنا من ولادنا، نعرف هما بيصاحبوا مين، ايه دايرة الأصدقاء دول، نوعهم ايه، أخلاقهم ايه. ما نسيبش الأمور كده لما نصطدم بكارثة ما نقدرش ان احنا نستوعبها. الشاب اللي ضاع وغيره هيضيع وقبله ضاع، ويمكن يكون الأسباب أسباب تتعالج، ممكن أسباب جدا بسيطة ممكن تتعالج، ولكن احنا بنوصل لمرحلة خلاص لا رجعة فيها. وهو في المنشور بينعي نيرة البنت اللي هي اندبحت في الصباح من زميلها، وكأنه هو بيقول لها انا هحصلك يا نيرة، وألقى بعرض بنفسه ودخل عربية من على كوبري طلخة وجاري البحث عن جثته. مصطفى راح نلحق ولادنا عشان ما يروحوش مننا، نشوف ايه احنا مقصرين في ايه ونحاول ان احنا نكمل النقص دوت، نقرب من ولادنا، نعرف ايه اللي حصل لهم في اليوم ده في المدرسة، تكلموا مع مين، المدرس كلمهم ازاي، مين اصدقائهم الجداد. في اصدقاء بيعلموا الاولاد الادمان واحنا ما بناخدش بالنا، لان احنا معرفناش هم مين اللي صاحبهم الجداد. احنا عارفين الصغيرين لما استبقى كبروا مين معاهم. المشكلة ان احنا ولادنا لما بيكبروا بيتخشوا على المواقع وبيبقى لهم اتصالات باصدقاء صعب ان انت تعرفهم وتحب بيهم. يبقى الاساس هو ان احنا في الاساس بالصغر تعرف ازاي ينقي اصدقائه، ازاي صديق ده صاحبه واستمر معاه وده اتجنبه. لو هو عارف الاساس ده مش هيقع.
في اللي وقع فيه غيره. استودعكم الله، وربنا يصبر أهل نيرة وأهل مصطفى، ويرحم ولادنا ويرحمنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.